اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. البارح جا عندي واحد الدري للانستغرام وقال لي بلي ما جابش مزيان في الفروض الاولى، معظم الفروض ما جابش فيها مزيان، وبغى نصائح باش يعود في الفروض اللي جايين. فقررت ندير هاد الفيديو هذا. اللي بغى يسولني على شي حاجه ها الانستغرام ديالي. وقبل ما نبداو هاد الفيديو هذا، كننصح الناس اللي عندها مستوى اولى باك علمي اولا باك حر علمي باك ليبر انها تسجل في العرض ديال هاد الكورس هذا. هاد الكورس غينفعك في الفروض وفي الجهوي. هاد الكورس غيسهل عليك مادة الاجتماعيات. الكورس كاين في تطبيق الدرايف، سهل الاستخدام، غيوفر عليك الوقت. تقدر تفهمه في سيمانة، تقدر تفهمه في 3 ايام، او تقدر تفهمه حتى في ساعتين الا عندك سرعة الاستيعاب. مضمون للسنة كاملة ويمكن لك تشريه. حاليا كاين عرض، يمكن لك تدخل عبر الرابط اللي غيكون في اول كومونتير وتهضر مع المكلف، ولا تهضر مع المكلف من هاد النمرة في الواتساب. اول حاجه بغيت نقول لك خويا اللي جيتي عندي للانستغرام، بان الفروض الاولى كتعتبر كاداه كتعرف فيها النقاط ديال الضعف ديالك اللي خاصك تصححها. ما كيعنيش الا ما جبتيش مزيان في الفرد الاول راه سالى الفيلم. وللاسف كاين ناس اللي كدير واحد الفكره تتبغي تقنع بها التلاميذ ان الفرد الاول هو اللي كيكون كيحدد النقط ولا المستوى ديالك في العام كامل، معناتها انك الا ما جبتيش مزيان في الفرد الاول ما غتجيبش في الفروض الاخرى. الناس فاش كتانسبيرا من هاد الهضره اللي تيقولوا بعض الاساتذه، الا ما جابوش مزيان كيحبسوا، وهذا غلط كبير، خاص يتجنبوه بعض الاساتذه. حيت الا مشينا بالفكره ديالكم حتى واحد ما غيدير شي حاجه من النهار غيفشل. ايلون ماسك مثلا اللي كنضرب به المثال، مثلا اغنى رجل في العالم حاليا، هاد الانسان لو كان حبس في الصاروخ الاول فالكون 1 اللي كان صافط، الصاروخ بطبيعة الحال انفجر ليه، ما مشاش على المدار الصحيح، كان غيحبس ديك الساعة وما غنسمعوا عليه توزة، ما يكونش أغنى رجل في العالم حاليا. النجاح ولا المستوى المجهد كيجي من بعد بزاف ديال التجارب، تراكمات ديال التجارب اللي كل مرة كتكتشف فيها واحد الغلط درتيه. في الفروض مثلا يمكن يكون الغلط في أنك ما خديتيش المعلومات الكافية باش خدمتي، ممكن يكون خديتي معلومات كافية ولكن طريقة التعبير ما عجبتش الأستاذ، ممكن تكون زربتي في شي حوايج وحطيتي أسئلة أجوبة غلط. هادو حوايج كتكتشفهم في الفروض الأولى، يعني شي حاجة اللي مزيانة. الفروض الأولى كتعلم منهم الأخطاء اللي ما غديرش في الفروض الثانية والفروض الثالثة إلى آخره. فكنصحك اخويا حمزه، حمزه سميتو اللي كان صافط ليا في الانستغرام، النقط الاولى في الفروض الاولى بالعكس كيعطيوك بلانات فين خاصك دير هذه وفين ما خاصكش دير هذه، كيوريو لك الاخطاء اللي ما خاصكش دير في الفروض الاخرى. كنتمنى نكون جاوبتك، واللي بغى يسولني شي سؤال مرحبا به في الانستغرام ديالي. شكرا على الاستماع والى اللقاء.